السلام عليكم. في شيء حاب أقوله قبل ما يبدأ المقطع، هو إنه إذا ضغطت لايكك، يعني إذا تريد خليها، إذا ما تريد انزعها، أوكي؟ لأنه هيك أو هيك راح تشوف كيف راح تضع اللايك بدون ما أقول لك سوي هيك أو سوي هيك. أنا متأكد إذا تفرجت في الفيديو من أوله لآخره راح تضغط لايك بدون ما أقول لك، لأنه في لقطات. اوكي، راح اقرب شوي لحد ما تتحمس شوي. فزت في مكان مو مثل الامكنة، راح تعرفون شنية، وهذه راح اقولها. سويت كويك سكوب، وايضا قتلت واحد بسنايبر على بعد كثير كثير كثير. فيب خليكم معي في المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أشرف، اليوم درست مقطع جديد. اليوم حبيت إني أجرب مود هذا كوب فتل، هو أنا مجربه حقيقة، بس يعني ما حبيت أصور عليه لأني أكثر مود ما بيعجبني. يعني هو مود سنابر، بس أنت تقفز هيك تظل كثير في الهواء ثم تنزل وان شوت، وأصلا تموت على طول. يعني ما بيعجبني، بس قلت ما راح اصور، ما راح اترككم بدون هذا، راح اصور عليه واللي راح يصير راح يصير. فارجع لكم اول ما ادخل الجيم. كنت اظن دو وضعوني في سكواد. اوكي، افضل. لا مو ايه، وات؟ شوفوا يا شباب الشاشة، ليش عم تسوي هيك الشاشة؟ وات؟ اوكي، وين؟ لا 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 لا، انا ما اقدر هيك، راح اطلع من الجيم. ايش هذا اللي صاير معه هيك وهو يلعب على الجوال؟ يقول لي ليش؟ ما فهمت. ما ادري ليش. وات؟ اوكي، يلا ندخل الجيم الثاني. ما ينحسب هذا الجيم الاول، كاني بديت من اول. السلام عليكم ورحمة الله. ما عندي سكين. هذا طبعا السيزون الخامس. لا شوف تي ان دي دينار تونيزيا. يلا ان شاء الله ما يصير مثل ما صار لي في الجيم. واللي يسأل ايش السيرفر، السيرفر اوتو واحيانا اوروب. ما ادري هيك اضع اوروب، اقلق اضع اوروب. ايش يريد هذا؟ نفس الشغلة يا شباب.
اوف شباب، بعد تعب وبعد كل شي عرفت ايش الشغلة هاي. هاي دايما تصير للموبايل، يعني اذا صارت لك لازم تغلق اللعبة وتفتحها وتغلقها مرة ثانية وتفتحها وتغلقها مرة ثانية وتفتحها. يعني راح اظل انتظر، بس ما راح افرجيكم اصلا. انتظرت الاولى والثانية، نهلا هذه الثالثة، فعلى طول ادخل الجيم ارجع لكم. أخيرا ليش بينج 100؟ خلصنا البينج 1100. شوفوا البينج، عيني على البينج. تن 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 تن. يلا سالتي، اوكي، بس انا اكره سالتي في هاي النو سكوب وهاي الاشياء، بس اوكي. قريب راح اسوي فيديو كيف تصير محترف في فورتنايت. طبعا انا مو محترف كثير لانه في كثير لاج، بس عن قريب عن قريب رح يجي الهاتف الجديد ورح يصير بدون لاج. رح تشوفون أشرف بدون لاج. شوفوا حتى الجرافيك أصلا ماني شايف أي شيء. ابتعد يا ولد. شفتوا القتلة؟ بس شفتوا القتلة الأسطورية اللي سويتها؟ أقسم بالله إنه مو عاد، إنه لقطة خرافية. بس قلت لكم والله أكره هذا المود، بس لقطة واو. كويك سكوب على طول يا أخي. أنا أحيانا محترف سنايبر أحيانا لا، والله ما أدري. بس يلا ننتقل للجيم الثاني.
شعري على طول. اوكي هنزل معاه، نسيت مرة ما نسيت الشفر بس اوكي ما يقلق، هو كل يوم يوصلني وانا كل يوم ارمسي. ليش هاي، ليش هذا السكواد ناقصتنا واحد بس؟ ليش مو سكواد كامل؟ على شعره يا شباب، على شعره كنت راح تعديله، بس ما في مشكلة، راح أشوف جيم ثاني. شوف هذا، ما أظن وحده. يلا يلا نشوف. انتقلنا للجيم الثالث، بس يلا 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 يلا. أوكي شوفوا شوفوا هذا، شوفوا لو تتذكرون هذا، هذا أتذكره في جيم من الأيام، الأورانج أتذكره في جيم من الأيام. وشوفوا هذا العربي ايش اسمه، تحف عربية. يلا يلا يلا، لا لا ما أنزل لوت ليك، لو تبوس رجلك ما أنزل لوت ليك، والله ما انزل لوت ليك، لو اظل سولو سكواد ما انزل لوت ليك حتى بليزن بارك. كيف هي ما تعجبني؟ شفتوا لوت ليك كم في اشخاص. يلا راح انزل داستيا و راح انزل تورنيتو، ما فيها كتير اشخاص لاني سولو سكواد، بس موش مو شيء. يلا يا نينجا ايش تسوي هيك؟ يلا شوفوا شوفوا نينجا وين. المشكلة في هذا الجيم انه وان شوت. اوكي مرحبا النينجا، ويلكم. لا مو نينجا هذا، هذا الحيوان. اوكي يا حيوان، دايما اول سلاح هانتنج رايفل ثم هانتنج رايفل.
اوكي الشجرة هذه بتاعتي كتير، شوفي اوكي لهلا ريد هيفي سنايب او كارابين، مو كارابين ده كيش اسمه. خذ خذ اللي تريد، 20 شكرا. نحفظ احنا يا ورع. بلع اوكي شوي لاج.
يلا اوكي كمرينا من دقيقة 21. يلا راح ازيد جيم ثاني وبس. بس شفتوا تلك الحركة والله عجبتني، اسوي جلابرر و اديله على طول. ف يب ارجع لكم اول ما يبدأ الجيم الرابع. انتقلنا للجيم الرابع. وين ال اوكي ليش ثلاثة؟ ما ادري ليش ثلاثة. يلا بليزنت، ما احب بليزنت لما تكون من الاول، ما في مكان عندها، ما تلقى مكان وين تنزل. بس لما تكون في اخر الباص او تكون بعيدة شوي على الباص ما تكون ممتلئة كثير، بس تكون ممتلئة. بس والله احاول اني اسوي هيك حركات في الفيديو، احاول اني يعني يكون فيديو اوكي. اتمنى تنشر هذا المقطع كل مكان، انه مثل ما تشوف الحركة من الاول. واو Thank you.
لا لا لا، انا مو مصدقة. اذا ما ضغطت لايكك لهلا ممكن انك تضغط اللايك. اذا لسه ما ضغطت لايك ممكن انك تضغط لايك. مرة ثانية، إذا لسه ما ضغط لايك اضغط لايك. البينج 400، اضغط لايك. اوكي شوفوا البينج هنا، سمعني البينج فنزل. على شعره سوري بس راح اثبت. Thank you.
لاج 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 لاج. والله انه اقول لك اقول لك ما تقدر علي سنايبر. اقول لك هو يقول له هلا شوف شوف هذا نوب ديفولت وما عنده اي شيء فاز. لا تقول هذا نوب ولا تقول هذا اي شيء. فهذا كان قطعنا بشكل كامل. اتمنى ما تغلبنا تشترك في قناتي ما كنت تشترك وتفعل زر التنبيه اول ما انزل فيديو. وشكرا يعني حبيت اني انزل فيديو هيك بس لولا هذا الفيديو ما كنت سويت هذا الفوز هذا طول. ف اذا عجبك هذا الفيديو اضغط لايك. اذا ما عجبك ديسلايك يعبر عن رايك عن رايك. ف معكم أجمل خليكم باي. سلام عليكم.